يا حمدان، ندري ان شي نعمه يا حمدان، لكن يا ابا انا ابغى اتجوز انا، والله اتجوز انا. هلا هلا هلا، جوله واحده مسموح فيها كل شيء، ولا تتكلم برا نطاق الجوله، تفضل. انت مشبه عليا؟ انت ما تبي تتكلم خير شر، لا في موضوع الجولة ولا برا الجولة. اوكي براحتك، مو مشكلة. من جد سعيد، كيف حالك؟ كويس. لعبنا لعبة الحركات، واحنا نقول ايش انت بتعمل. يلا، ايش ده؟ قرد؟ ما حبيت اللعبة، ما عرفت تمثل صح. من جد يا عزيز، شنب. هذا ايه ده؟ في وجهك يعني؟ شنب، انت تتكلم خلاص؟ ايوه. اسمع، انت فتحت الدبل، حتحكم 2000 سكور مو 2000 تكبيس. طيب ايش معنى تدلعين؟ مش تدلع كله؟ ما ادلع، انا ما ادلع. شنب. وذي وشنو ذي كله؟ شنو هذا اللي ايش؟ لحن دي ما هو دلع؟ لا ما قلت لك جايز، لسه ما قلت. انت كم عمرك قلتي لي؟ كم عمرك؟ 29. شنضوفة، يلا حسن الخاتمة. اي والله يا ربي حسن الخاتمة، مشكاة على الله. اي والله، تخيل. من جد ها تكوني نايلة افندي صح؟ افندي؟ تكنيناها انتي صح ولا لا؟ ايش يعني افندي؟ يعني يا باشا. باشا ايش باشا؟ ايوه تكنها ايوه. رئاتي انت ولا ايه؟ اجعلها تغذيبي. شملان ولا دفدوف؟ دفدوف. شنو؟ وينستون. ها؟ وينستون. دخل في اذنك. ايش معاه تحولت هي؟ شكلك ما شفت انت طاش مطاش لما يتكلم انجليزي. وش معك تحولت انت؟ هو كده طاش مطاش، لو انت ما تعرف المقطع ما حقدر اشرح لك اياه في دي الثواني. ما اقدر. انت كم لك في الجاكو؟ 3 شهور واسبوع. 3 شهور، قطعنا 6 شهور، دحين صار لي اسبوع ولا 4 ايام. قطعت 6 شهور وش عندي؟ في عسى ما خلاص. والله طفشت. لا والله لو بسه ما اكون بست شهور، ايش 6 شهور اولد؟ قلت يمكن انكفح. ايش هو ده؟ قلت يمكن انكفح، يعني باك. طيب ما هي مشكلة. ايوه. ايش؟ اتكلم الفاظ مفهومه يعني. عشان انا قصدي شو اسمه، 6 شهور ولا كملتي؟ انكفح يعني خلاص. اكمل بعد 6 شهور؟ ما اخذ جوالك انا ابث منه ولا ايش الموضوع؟ ما اخذ من عندك نت. ماشي يا طين، ما فهمت. في اختلاف ثقافات. بدك تهبين شحمه في خنفورك تطرمين شحمه في خنفورك انت تطرم. لين صدمت لما قلت لك نفس الجمله اللي انت قلت لي اياها. مش معقول. نبدا بعد ولا طلع. خلاها ابرطمك، ترى كل ما لا ينتفخ بروح. ايوه نفخوك. مد أيوة. النظر نفخوك. الا نعم.
انت ليه مبرطم؟ انت مجبور تفتح لاي؟ والله يا امي جايع. وش اسمك انت؟ وش كان اسمك؟ اسمي رهف. احيانا رهف احيانا سميره. ايوه اي والله اني جايع يا ام سميره. طيب روح كل عشان تروق. عط الرجال دحين بيجي. طلبت انا طلبت اكل دحين بيجي. الله هني وعافيه هني وعافيه. يلا الحكم الاول تحاسبين عني. ابشر أبشر. يلا تم. كم الحساب؟ ب 61 ريال. حلو. شوف سكورك 81 مع 49 اسحبهم ان شاء الله حتقدر تحاسب يوصل السعر. جعلوا هاني وعافيه. انقلع 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 قلعك الله في وجهك ام فخوها. المشكاة على الله. هاي يا ابن حلال، يجي له ساعة في المطعم.